لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الشيخ حافظ رحمه الله: مسألة، وأعلم أنه قد يوسوس الشيطان لبعض الناس فيقول: ما الحكمة في تقدير السيئات مع كراهة الله تعالى إياها؟ وهل يأتي المكروه بمحبوب؟ فنقول: الحمد لله إيمانا بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، واستسلاما لأقداره وإرادته، وتسليما لعدله وحكمته. الاستسلام للقدر لابد فيه من تفصيل، يعني قوله استسلاما لأقداره وإرادته، وطبعا الظاهر أنه أراد الإرادة الكونية، لابد فيه من تفصيل. فالاستسلام للقدر إنما يمدح فيما يصيب العبد بلا إرادة منه ولا له قدرة على دفعه أو رفعه، كالمصائب التي لا مدفع لها، كموت قريب من أقربائه، أو مرض لا يعلم شفاؤه، أو نحو ذلك. فأما ما له قدرة في دفعه أو رفعه، فالذي أمر الشرع به الحرص على ما ينفع، وأن فر من قدر الله الذي يضر إلى قدر الله الذي ينفع، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: نعم، أفر من قدر الله إلى قدر الله. وضرب المثال بالرعي في الأرض الخصبة بدلا من الرعي في الأرض الجدبة، وكل منهما بقدر، ولكنه الأخذ بالأسباب. ولا شك أن أحدا لا يستسلم لقدر الله بالجوع والعطش، بل يدفعه بقدر من الله سبحانه وتعالى له للعبد فيه قدرة وإرادة، قدر من الأكل والشرب، وكذا الحر والبرد وغير ذلك. فهذا فيما يصيب الإنسان بغير إرادة منه ابتداء، ولكن له قدرة على دفعه أو رفعه فيما ينفع. وأما ما لا قدرة له عليه فيستسلم. وأما ما قدر الله عز وجل وجوده من خلال إرادة العباد، يعني بذلك أن الله أراد أن يكون للعباد فيه إرادة من الخير والشر، من الطاعة والمعصية، فأصل صدوره من العبد بإرادته. هذا قسم آخر بلا شك، لأن القسم الأول يقع في الإنسان ابتداء بغير إرادة منه. فالجوع أنت لا تختار أن تجوع، بل تولد تشعر بالجوع بعد لحظات، وتشعر بالعطش، وتشعر بالحر والبرد، وليس لك دخل في ذلك ابتداء، ولكن جعل الله لك القدرة على إزالة ما يضرك وأخذ ما ينفعك، وجعل لك إرادة في ذلك. وكل العقلاء يأخذون بالأسباب، وإنما يتمدح البعض بترك الأخذ بالأسباب جهلا منه بالشرع الذي جاء به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما إذا غلبه أمر ولم يكن له مدفع، فهذا يحسن جدا أن يستسلم الإنسان، بل يجب أن يستسلم الإنسان لأقداره سبحانه وتعالى. أما النوع الذي نذكره ثانيا، وهو الذي يجري على الإنسان بإرادة منه، وللإنسان فيه إرادة وقدرة ابتداء، فالحركات الإرادية خيرها وشرها ومباحها كلها تجري من الإنسان بإرادة وقدرة، أقدرها الله عز وجل، أقدره الله عز وجل عليها وجعل له إرادة فيها. وهذا النوع إن كان طاعة فلا يجوز إلا أن يفرح الإنسان بذلك ويستعين بالله عز وجل على إتمامها. وأما إن كان معصية فلا يجوز أن يستسلم لها، وإنما لابد أن يفر منها قبل أن تقع، بالاستعاذة بالله من شرور نفسه وسيئات أعماله، واللجوء إلى الله أن يصرف قلبه عن دواعيها. وأما إذا وقعت فيفر إلى الله عز وجل وإلى قدر من الله عز وجل بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الطاعة مرة أخرى،
فهذه لا بد أن تقاومها وأن تصارع القدر بالقدر مستعينا بالله عز وجل في الفرار من القدر بالمعصية إلى القدر بالطاعة والتوبة والإنابة إليه سبحانه وتعالى مع شهود عدله سبحانه وتعالى فيما قدر على عبده. ولذلك يحسن في هذا المقام وهو مقام السؤال عن الحكمة عن تقدير السيئات أن يذكر التفصيل في الاستسلام للقدر ولا يذكر هكذا مطلقا، الله أعلى وأعلم. فالإنسان بعد أن يقع منه ذنب ويفر إلى الله عز وجل منه بالتوبة ويشهد قدر الله في ذلك يكون فعلا شهوده للقدر في هذه الحالة صحيحا كشهود آدم عليه الصلاة والسلام للقدر بعد أن تاب وأناب وتاب الله عز وجل عليه، فهنا يحسن شهود القدر في هذا الموضع. أما إرادة الله الشرعية فلا بد من مقابلتها بالتسليم والإنقياد، فهذا المعنى وليس مقصودا هنا والله أعلم اللي هو في قوله استسلاما لإرادته، لكن لا بد من البيان وهو أن إرادة الله الشرعية الأوامر الشرعية لا بد أن يقابلها العبد بالاستسلام التام والإنقياد الكامل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يردوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله وتسليما لعدله وحكمته، فهذا أمر لا بد منه في كل حال وفي كل وقت، أن تشهد عدل الله سبحانه وتعالى وأن له الحكمة فيما قدر كما له الحكمة فيما شرع. قال اعلم يا أخي وفقنا الله وإياك أن الواجب على العبد أمر أهم من ذلك البحث، وهو الإيمان بالله وأسمائه وصفاته والتسليم لأقداره كما ذكرنا على التفصيل، واليقين بعدله وحكمته والفرح بفضله ورحمته. ونحن لا نعلم من حكمة الله وسائر أسمائه وصفاته إلا ما علمناه، ولا يحيط بكنه شيء منها ونهايته إلا الذي اتصف بها، لا يحيط بكنه بحقيقة والمعرفة التفصيلية على الكمال بشيء من صفاته إلا هو سبحانه وتعالى، إلا الذي اتصف بها وهو الله الذي لا إله إلا هو. ومما علمناه من ذلك بما علمنا الله تبارك وتعالى أن السيئة لذاتها ليست محبوبة لله ولا مرضية، كما قال تعالى بعد أن نهى عباده عن الكبائر المذكورة في سورة الإسراء كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. التفرقة هنا في هذا الموضع بين الإرادة والمحبة والرضا أمر عظيم الأهمية، وهو من عقيدة أهل السنة والجماعة التي ضل عنها الكثيرون وغفل عنها كثير من المتكلمين خصوصا من الأشاعرة المثبتين للقدر الغالين في نفي الأسباب، أكثرهم يجعل الإرادة مستلزمة للمحبة، الإرادة الكونية يعني والرضا، فيقول أن الله أحب هذا الشيء الفلاني فأوجده. لا، هذا قد يستعمل عرفا في بعض العباد، يقول أحببت أن أفعل كذا يعني أردت وذلك، لكن في حق الله سبحانه وتعالى الإرادة الكونية أو المشيئة لا تستلزم الرضا ولا المحبة، وذلك لأن الله قد يقدرها لحكمة غير يعني لأمر آخر خارجا عنها، لحكمة خارجة عنها، وليس أنه يحب ذاتها سبحانه وتعالى، بل السيئات لذاته مكروهة، قال عز وجل كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. يقول ولكن يترتب عليها من محابه ومرضاته ما هو أعلم به، إما في حق فاعلها من التوبة والإنابة والإذعان والاعتراف بقدرة الله عليه والخوف من عقابه ورجاء مغفرته ونفي العجب المحبط للحسنات عنه ودوام الذل والانكسار وتمحض الافتقار وملازمة الاستغفار وغير ذلك من الفرائض والطاعات المحبوبة للرب عز وجل التي أثنى في كتابه على المتصفين بها غاية الثناء. وهذه كلها لا تحصل، نعني هذه الطاعات والعبادات الانكسار والافتقار والاستغفار إلا بوجود الذنوب والمعاصي، فقدرها الله عز وجل ليترتب عليها يعني ليكون من نتائجها ما يحبه سبحانه وتعالى من عباده المؤمنين من العبادات كالتوبة والاستغفار وغيرها.
يقول: وفي الصحيحين: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين أتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، أيس يعني يأس، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. أخرجاه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الله يقدر على العبد هذه السيئات ليتوب إليه سبحانه وتعالى فيفرح الله عز وجل بتوبته. قد يقول قائل: هل يترتب فعل الرب على فعل العبد؟ كيف ذلك؟ نقول: يترتب فعل الرب على فعل العبد كما دل عليه الحديث الذي هو أثر من فعل الرب سبحانه وتعالى. فعل العبد هذا أثر من فعل الرب وهو توفيقه وهدايته، وأن جعل أخذ بناصيته إليه وقلب قلبه حتى تاب إليه، فالفضل منه عز وجل، تاب على عبده ليتوب، فلما تاب العبد تاب الله عليه. فتوبة العبد بين توبتين من الله، واهتداؤه بين هدايتين من الله، فهو يهديه ليهتدي، فلما اهتدى زاده هدى، ولما يعني أذنب أخذ الله عز وجل بقلبه إليه، كانت هذه توبته عليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، فلما تابوا تاب الله عليهم فقبل توبتهم. فهذا فعل الله أولا الذي ترتب عليه فعل العبد، الذي ترتب عليه بعد ذلك فعل الرب، ولا مانع من ذلك أبدا، خلافا لنفات أفعال الرب سبحانه وتعالى في هذا المقام. قال: فالواجب على العبد كراهة ما يكرهه ربه وإلهه وسيده ومولاه من السيئات، وعدم محبتها، والنفرة منها، والاجتهاد في كف النفس عنها، وأطرها، أطر النفس، والاجتهاد في أطر وأطرها على محب الله، الاجتهاد في أطر النفس، حمل النفس، ولا تأطرنهم ولا تحملنهم، حمل النفس على محب الله، وأن لا يصدر عنها شيء يكرهه الله عز وجل. فإن غلبته نفسه بجهلها وشرارتها الشر الذي فيها، فصدر عنها عنه عن العبد شيء من ذلك المكروه، فليبادر إلى دواء ذلك، وليتداركه بمحاب الله عز وجل ومرضاته من التوبة والإنابة والاستغفار والإدكار وعدم الإصرار. فإن الله تعالى قد أرشد إلى ذلك وأثنى على من اتصف به، فقال عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين، وغير ذلك من الآيات. وفي الحديث: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. أو كما قال يقول: فإن ترتب على فعل السيئة من فاعلها هذه الأمور المحبوبة للرب عز وجل فذلك غاية مصلحة العبد وسعادته وفلاحه. هو الحقيقة هو ترتب على فعل المعصية أم ترتب، وكلمة السؤال هو: هل يأتي المكروه بمحبوب؟ الحقيقة أن المكروه لا يأتي بمحبوب، ولكن الذي أتى بالمحبوب الذي قدر المكروه لحكمة. فالجواب وهل يأتي المكروه بمحبوب، جوابه أن المكروه لا يأتي بمحبوب، ولكن الذي قدر المكروه هو الذي أتى بالمحبوب، وذلك لأنه هو عز وجل حين قدر المكروه قدره بعلمه وحكمته وعدله، وحين تفضل على عباده المؤمنين بالتوبة والإنابة فذاك فضله ورحمته، وهذا خير في حقهم. لم يترتب ذلك في الحقيقة على فعل العبد السيئة، وإنما ترتب على فضل الله على عبده بالتوبة من السيئة. نعم، هو السيئة كانت سببا في ذلك لا شك، ولكن
الموجب للخير إرادة الله السابقة وفضله عز وجل على عبده وأخذه بناصية عبده إليه وهدايته وهدايته سبحانه وتعالى. هذا هو الموجب للخير الذي أوجب ذلك الخير وأحدثه ويعني قدر ولوده الله سبحانه وتعالى. فيقول فإن ترتب على فعل السيئة من فاعلها هذه الأمور المحبوبة للرب عز وجل فذلك غاية مصلحة العبد وسعادته وفلاحه، وإن لم يقع ذلك منه فلخبث نفسه وعدم صلاحيتها للملأ الأعلى ومجاورته المولى والله أعلم بالمهتدين، وحينئذ يترتب عليها فرائض الله عز وجل على أوليائه المؤمنين من الدعوة إلى الله عز وجل. يبقى في خير نعم من جهة أخرى، من جهة لغير فاعلها، لغير فاعل السيئات، للمؤمنين الذين يدعون إلى الله، قال من الدعوة إلى الله عز وجل التي هي من وظائف الرسل عليهم السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو من أعظم فرائض الله تعالى، والجهاد في سبيله الذي هو ذروة سنام الإسلام، وعليه يترتب لأوليائه الفتح والشهادة. ويكفيك في فضل ذلك قول الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. والآيات في هذا كثيرة جدا في بيان أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر المكروه لحكمته البالغة عز وجل ليترتب على ذلك من الخير ما يحبه سبحانه وتعالى. وفي هذا أعظم تسليع للمؤمنين حين يرون الكفر والنفاق والظلم والعدوان والبغي والطغيان يملأ الأرض حولهم، كما قال سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الله الذي جعل، هذه المرتبة الرابعة من مراتب القدر، قال عز وجل يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. هذا من آثار يعني هذا الأمر، ظهور عدله عز وجل لكي يعاملهم سبحانه وتعالى بما يستحقونه بالفعل لا بما علم فقط أنهم يفعلون. فلا بد أنهم عادوا الرسل وارتضوا القول الباطل المزخرف، غر بعضهم بعضا به واقترفوا ما هم مقترفون، فحكم الله لعباده المؤمنين بالعدل. وما ظلم هؤلاء الكفرة أعداء الدين، وما جعلهم سبحانه وتعالى في النار بلا جريرة، بل كم عادوا الرسل وكم حاربوا دين الله سبحانه وتعالى وكم آذوا المؤمنين، وعند ذلك وقع بهم جزاء من الله عز وجل عدل، جزاء وفاقا. وقال عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ظهور آثار هدايته عز وجل، ورغم إضلال المجرمين، وظهور آثار نصرته عز وجل للمؤمنين رغم كيد المجرمين. المجرمون يريدون ألا ينتصر الإسلام، ومع ذلك ينصره الله رغم قلة الإمكانيات ورغم قلة العدد والعدد. الله سبحانه وتعالى له الحكمة، ولذلك يرتب على ذلك من المحبوب ما لا يحيط العباد به علما. وأشار في كتابه إلى يعني أشياء كثيرة من ذلك بالفعل، يحبب سبحانه وتعالى عباده في طاعته عند ورود المكروه، ويخبرهم سبحانه وتعالى أنه الذي جعل وقدر لكي يقع هذا الأمر وتترتب عليه حكمته من فضل الله وعدله، وظهور آثار أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى ما يجعل الإيمان يزداد في قلوب المؤمنين. وهذه والله من أعظم الخيرات، لو لم تكن غيرها إلا زيادة الإيمان في قلوبهم
وشهودهم آثار أسمائه وصفاته عز وجل، ومعرفتهم بربهم كما تسمع قول الله سبحانه وتعالى عن يعقوب: وأعلم من الله ما لا تعلمون. من أين علم يعقوب؟ من الله ما لا يعلمون. علم من أسمائه وصفاته ونظره إلى سنته في خلقه، وما يفعل عز وجل بأوليائه، وما يفعل بمن خالف أمره سبحانه وتعالى. من ذلك كثير جدا. علم من الله عز وجل ما لا يعلمون. فالمؤمنون إذا رأوا آيات الله سبحانه وتعالى في الكفرة وفي المنافقين وفي المتقين يعلمون أن العاقبة للمتقين، فيستعينوا بالله ويصبروا ويتوكلوا ويحتسبوا عند الله ويلجأوا إلى الله عز وجل ويبذلوا في سبيله سبحانه وتعالى، وكل ذلك يحبه عز وجل. ولا يمكن أن تترتب هذه الخيرات، لا يمكن أن توجد إلا بجود ما يضادها، هو عز وجل الذي أتى بها. ولذلك نقول أن المكروه ليس هو الذي أتى بالمحبوب، ولكن الله الذي أتى، الله الذي قدر المكروه بالحكمة، لم يقدره عبثا، وما جعله سبحانه وتعالى هكذا سدى، وما ملك الناس الأمر، وإنما الملك ملكه عز وجل والأمر أمره. قال: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإنما يوقن بذلك أهل الإيمان من أول ما يرون الباطل منتفشا، وإنما يدركه كل الناس إذا رأوا العواقب وانتهت النهايات. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. عجيب، مقدم الأحزاب كان فيه خير عظيم، ووالله كان فعلا. تأمل الآن غزوة الأحزاب وما حصل فيها من الخيرات العظيمة، وما حصل فيها من التمحيص للمؤمنين، وما حصل من زيادة الإيمان والتسليم، ومن ظهور وفاء من وفى نذره مع الله عز وجل، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ظهور النفاق ونجومه ليعلمه المؤمنون ويعلموا أصحابه، فيجنبوهم مواضع التأثير في المجتمع، وهكذا قد كان. فظهر النفاق ونجم، وتكلم المنافقون بالكلمات الفظيعة التي كانت في ذلك الوقت مؤلمة للمؤمنين، لكن بعد ذلك نرى ونلحظ، وقد لاحظها ووجدها من شهدها أضعاف ما نراه نحن على بعد، وجدوا من ذلك من الخير ما لا يحيط به علما إلا الله، الله الذي أتى بالخير. فالخير كله في يديه، والشر ليس إليه، سبحانه وتعالى له الحمد. قال: وكذا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قال عز وجل: كما بدأكم تعودون. فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلال، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ترى عدل الله وفضله، تعرف فضله عليك سبحانه وتعالى، وترى نعمته ومنته، وهو عز وجل قد أضل من الخلق من أضل، ومن عليك بالإيمان لو كنت صادقا، ومن عليك بفضله سبحانه. أليس في هذا من الخير وزيادة الإيمان ما لا يمكن أن يوجد إلا بهذا التفاوت، ووجود السيئات ووجود الشر الذي قدره سبحانه وتعالى. قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. هذه آية أخرى. أم حسبتم حتى يقول الذين حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الآية التي في آل عمران: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين يعلم ذلك علما يحاسبهم عليه. الآيات في هذا كثيرة في تعليل أفعال الله بالخير، تعليل قدر الله بترتيب الخير على ذلك. الله عز وجل حكم عدل، يرينا عدله سبحانه وتعالى مع الكافرين والظالمين، وقدرته وانتقامه وشدة عقابه وانتصاره لعباده المؤمنين وثأره لهم سبحانه وتعالى. وكذلك يرينا فضله، كما تلحظ من ذلك قوله عز وجل عن المؤمن الذي رأى قرينه في سواء الجحيم: قالت الله إن كدت لتردين.
ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. انظر، رأى نعمة الله لما شاهد عذاب الكافر، وهذه من نعم الله مما يحمد عليها، وذلك أنه فاوت بين العباد يحب أن يشكر، ومن أعظم ما فاوت فيه قلوبهم وأعمالهم وصفاتهم سبحانه وتعالى. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الآيات في هذا الباب كثيرة جدا، والقرآن مليء بإثبات حكمة الله، له الحمد سبحانه وتعالى وله الملك، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذا الذكر العظيم الذي يجمع بين في أوله لا إله إلا الله، توحيد الألوهية وهو التزام بالشرع، له الملك وله الحمد، إيمان بالقدر وشهود حمده عز وجل على ما شرع وهو مقتضى إلهيته، وعلى ما قدر وهو مقتضى ملكه، وهو على كل شيء قدير. القدر قدرة الله كما قال الإمام أحمد، على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قال رحمه الله: وهو الذي يرى دبيبا الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفاء بسمعه الواسع للأصوات. يقول في هذين البيتين إثبات البصر لله تعالى المحيط بجميع المبصرات، وإثبات السمع له المحيط بجميع المسموعات، وهاتان الصفتان من صفات ذاته تعالى، وهو متضمن اسميه السميع والبصير. الصفتان هما متضمن ما تضمنه الاسمان، اسم السميع تضمن صفة السمع، واسم البصير تضمن صفة البصر، وكل منهما استلزم الأخرى وغيرها من الصفات كما ذكرنا ذلك من قبل. تعود كثير من المتكلمين على تعريف السمع وتعريف البصر، والحقيقة أن هذا ليس من هدي السلف، فالسمع والبصر لا يحتاج إلى تعريف، بيانهما واضح. ولذلك إدراك الأصوات أو إدراك المبصرات تجد أو المرئيات تجد أن التعريف عاد في النهاية إلى أصل الكلمة، أو إلى يعني معنى يعود إلى لفظها. فلذلك نقول أن الذي ينبغي الالتفات إليه في هذا المقام، وهو ما أرشدنا إليه القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن نتفكر في سعة سمع الله وإحاطة بصره سبحانه وتعالى، وأن نستحضر في أنفسنا أن الله عز وجل يسمع كل ما نتلفظ به في كل لحظة، وأنه سبحانه قد وسع سمعه الأصوات في مشارق الأرض ومغاربها، في أرجاء الكون المختلفة، في السماوات وفي الأرض، في الإنس والجن والملائكة والحيوانات والكائنات، وكل ما يصدر عن هذه الكائنات المختلفة من أصوات في لحظة واحدة. البشر يدركون ورود أصوات لا يسمعونها، كما نحن نوقن مثلا أن هناك من يتكلم الآن في القاهرة، مثلا اثنين بيتكلموا مع بعض في بلد بعيد، أن نسمع من أصواتهم شيئا؟ لم يصل إلينا شيء من ذلك. هم يتكلمون الآن مثلا في سيارتهم، مثلا في أتوبيس في طريق، وفي بلاد الأرض المتعددة الواسعة هما يتكلمان، وآلاف البشر يتكلمون، ملايين البشر، ونحن لا نسمع ذلك. والله عز وجل قد أحاط سمعه به سبحانه وتعالى، غير سائر الكائنات الأخرى التي لا تكاد تسمع لها صوتا، غير ما يقع في السماوات من أصوات هائلة وخافتة، وكلها قد أحاط الله عز وجل بها، ونحن قد أذهب الله عنا القدرة على سمع ذلك رحمة بنا. فلو أننا نسمع كل الأصوات لعجزنا، لو أنك اختلطت بعض الإذاعات مع بعضها، أو كلمك رجلا في نفس واحد فضلا عن أكثر من ذلك لعجزت عن ذلك. فالله جعل لك سمعا على ما يناسبك، له الحمد سبحانه وتعالى. وأما الذي واسع سمعه الأصوات على اختلافها وعلى تناقضها وعلى جهرها وإسرارها، فهو سبحانه وتعالى له الحمد، هو السميع البصير. وكذا يرى دبيب الذر، دبيب النمل في الظلمات فوق صم الصخر سبحانه وتعالى. وهذا الذي ينبغي أن تشهده، بدل من التعريفات الكلامية المنطقية التي لا تفيد شيئا، أقصد ليس المنطقية باصطلاحنا المعاصر، إنما المنطقية المنسوبة لعلم المنطق، إن هذه لا تفيد شيئا ولا تؤثر في القلب. لكن إذا لاحظت أن الله عز وجل يرى هذه النملة التي تسير في غابة من الغابات الآن، أو حشرة من الحشرات، أو عنكبوت من العناكب في
صخرة في على صخرة وعلى شجرة أو تحت الأرض أو في باطنها أو في كوكب من الكواكب البعيدة أو في نجم من النجوم أو في شيء في السماوات أو فوقها أو تحتها أو تحت الأرض السابعة، الله عز وجل قد أحاط بصره بذلك. فإذا التفت إلى مثل هذه المعاني عظمت سمع الله عز وجل وبصره، وعلمت عظيم أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فانكسرت له عز وجل وراقبته بعد ذلك فيما تقول وفيما تفعل، فإنه يراك في كل لحظة من اللحظات ويسمع كل ما تتكلم من الكلمات. قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يسمع الله عز وجل حكمكم ويرى أداءكم للأمانة ويرى غير ذلك، يرى الجور والظلم الذي يقع ويرى خيانة الأمانة ويسمع أحكام الظلمة والمجرمين، يسمع كل ذلك سبحانه، هو السميع البصير. فاتقوا الله سبحانه فيما تقولون وتفعلون. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ذلك في بيان أن له الحكم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا من الذي يحكم إلا السميع البصير سبحانه الذي ليس كمثله شيء، له وحده سبحانه ذلك. قال: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك أن الله قد وعد المظلوم بالنصرة، من علامات ذلك أنه من أدلة يعني صدق هذا الوعد أنه السميع البصير، لذلك يتوكل المظلوم على الله. قال: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. إن الله عفو غفور، إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. قدرته عز وجل من مقتضيات نصره للمظلوم، قدرته على الليل والنهار الذي هو أعظم من كل هذه الكائنات، الليل والنهار الذي يشمل الأرض ويعني غيرها كذلك، الليل والنهار يشمل ما يعني يعيش على ظهر هذه الأرض، الله يدبرهما بقدرته، فلذلك هو ملك الملك. فإذا شهدت ذلك لم يعني تظن أن الأمور للبغاة والظالمين، بل هي لله سبحانه وتعالى، وأن الله سميع بصير كما قال لموسى وهارون: لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. فإذا أيقنت أن الله يسمع كلام الظالمين والمجرمين والكافرين ويرى أفعالهم ويرى كذلك أفعالك أيها المؤمن، ويرى ويسمع كلامك من ذكره ودعوتك وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر وقراءتك لكتابه وتلاوتك لسنة النبي وهكذا، فإذا أيقنت بذلك اطمأننت وعلمت أن الله عز وجل إذا بغي عليك فهو سوف ينصرك سبحانه وتعالى. وكذلك من أيقن أن الله عز وجل هو السميع البصير لم يطمع ولم يطمح ولم تذهب نفسه إلى البحث عن سمع الناس ورؤية الناس، وإنما يرائي ويسمع من استحضر أن الناس يرونه. والله هذا من أسرار الإيمان بالأسماء والصفات العظيمة، أنها من أسباب الإخلاص، أنك تنسى إذا نسيت أن البشر يسمعون ويرون، فأنت استرحت من هذا الهم الذي يعني يعمل أكثر الناس من أجله. إذا استحضرت أن الله يسمعك ويبصرك ما حاجتك إلى سمع وبصر من دونه. إذا كان عبد يرى، عبد عند ملك يرى أن الملك يرى، ألتفت إلى عبيده الآخرين فضلا أن يكونوا عبيده المغضوب عليهم والمعذبين، كمن يطمع في رؤية يعني وسمع والشهرة والمدح من عامة الفسقة والفجرة والكفرة والمنافقين، كمن يطمع مثلا في الرياسة على الكفار ونحو ذلك، همه ماذا؟ همه أن يتكلم الناس عنه، هذا والعياذ بالله لانعدام شعوره بأن الله يسمع ويرى سبحانه وتعالى. لو أن العبد أخلص لله سبحانه وتعالى، استحضر في قلبه أن الله يسمع ويرى، لم يسمع ولم يرائي، بل اكتفى بسمع الله وبصره. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. قال تعالى:
قل الله أعلم بما لبث، له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، يعني ما أسمعه وما أبصره. رد الأمور إلى الله عز وجل، يعني فيما نسمع من الأخبار وفيما نرى من الأشياء نرد حقيقة ما لا نعلمه إلى الله عز وجل، ونستشعر أن سمعنا وبصرنا بالنسبة إلى سمع الله وبصره كلا شيء، شيء تافه حقير، فنرد ذلك إلى الله كما يستحضر ذلك في صفة العلم، كما قال الخضر لموسى: ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر، أو إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. أبصر بي، قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. قال ابن جرير: وذلك في معنى المبالغة في المدح، كأنه قيل ما أبصره وأسمعه، وتأويل الكلام ما أبصر الله لكل موجود وأسمعه لكل مسموع، يعني الله يسمع ما أبصره، يعني ما أشد إبصاره، يعني صيغة مبالغة كما ذكرنا. قال: ثم روى عن قتادة في قوله تعالى: أبصر به وأسمع، فلا أحد أبصر من الله ولا أسمع. قال ابن زيد: أبصر به وأسمع، يرى أعمالهم ويسمع ذلك منهم، إنه كان سميعا بصيرا. وقال البغوي رحمه الله: أي ما أبصر الله بكل موجود وأسمعه لكل مسموع، أي لا يغيب عن سمعه وبصره شيء. وقال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أسمع دعاءكما فأجيبه، وأرى ما يراد بكما فأمنعه. سبحانه وتعالى له الحمد عز وجل، فعلا والله ذلك من أعظم ما يهون على العبد ما يجده في هذه الدنيا. وقال تعالى: قال فأمنعه لست بغافل عنكما فلا تهتما. وقال تعالى لهما في موضع آخر: قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. وقال تعالى: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه الرؤية التي تعمل لها يوم تنفعك رؤية الناس يوم القيامة، وليس في هذه الدنيا، رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين التابعة لرؤية الله التي سوف يكون في ذلك، يعني الإثابة على ذلك العمل. وقال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. وقال تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. أعظم ترغيب في قيام الليل الذي يراك حين تقوم، رغب نبيه صلى الله عليه وسلم في أن يقوم وأن يسجد لله وأن يتقلب في الساجدين، بأنه وأمره أن يتوكل عليه، قال: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك، ذكر صفة الرؤية وصفة السمع، إنه هو السميع العليم. وقال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وهذا لكي تعلم أن الله ليس بغافل عما يقوله الكفرة والمجرمون والظالمون. وقال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. سبحانه وتعالى، وسمع الله دعاءها وشكوتها بمعنى أجابها، كما أنه سمع صوتها سبحانه وتعالى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي واسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، يعني لا تسمعه سماعا كاملا. قال: وإنه لا يخفى علي بعض حديثها وأنا في ناحية البيت، يعني في جانبي ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. رواه البخاري في كتاب التوحيد. تعليقا: أخرجه النسائي وابن ماجة وابن جرير وابن أبي حاتم في رواية له عنها رضي الله عنها أنها قالت: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه. وده معنى ما أسمع ما تقول، يعني على التفصيل جمع بين الروايتين، عشان في رواية بتقول أسمع كلامها ما أسمع ما تقول، يعني ما تسمع على التفصيل، إنه
ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: يا رسول الله، أكل مالي وأفنى شبابي ونثرت له بطني، يعني ولدت له حتى ترهلت بطنها، ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قالت: فما بلي حتى نزل جبريل بهذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. قالت: وزوجها أوس بن الصمت. وقال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا. وذكر خبر عائشة هذا معلقا، وروى عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال: أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس، قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. حديث صحيح اتفق عليه، رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام ناداني قال: إن الله قد سمع قول قومك وما رد عليك. هو في إرسال ملك الجبال: إن شاء أن يطبق عليهم الجبال لفعل. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. وروى في باب قول الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، عن عبد الله رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود قال: اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي، أو قرشيان وثقفي، كثيرة الشحم بطونهم، قليلة الفهم قلوبهم. فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. مسائل العقيدة عندهم بالرأيته، أترون، كل واحد يدلي برأيه ويفتي فتاوى والعياذ بالله، كمجالس الفجر والفسق والجهلة، كل منهم يتكلم في أعظم مسائل الدين من غير علم والعياذ بالله. قال: فأنزل الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلدكم، الآية، رواه البخاري ومسلم. وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية: إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله: إن الله كان سميعا بصيرا. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذني والتي تليها على عيني، السبابة على عيني والإبهام على الأذن. قال أبو هريرة رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه. إسناده صحيح. قال الحافظ: إسناده قوي على شرط مسلم، معنى ذلك إثبات أن لله سمعا وبصرا. قال ابن يونس: قال المقرئ يعني إن الله سميع بصير يعني إن لله سمعا وبصرا. قال أبو داود: هذا رد على الجهمية، وهذا إنما يفعل فيما ورد فيه النص وعند من يؤمن عليهم من التشبيه، فهذا إنما يفعل أن يضع يده، يضع إبهامه على أذنه وسبابته على عينه عند قراءته إن الله كان سميعا بصيرا عند قوم يؤمن عليه من التشبيه، وكما ذكرنا فيما ورد فيه النص، لا يفعل زيادة على ذلك. قلت: يعني أبو داود رحمه الله إن الجهمية لا يثبتون لله تعالى اسما ولا صفة مما سمى وصف نفسه تعالى به وأثبته له رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يثبتون أن الله هو الله السميع البصير، ولا أنه يسمع ويرى بسمع وببصر، يسمع بسمع ويبصر ببصر، فرارا بزعمهم من التشبيه بالمخلوقين، فنزهوه عن صفات كماله التي وصف بها نفسه وهو أعلم بنفسه وبغيره، وشبهوه بالأصنام التي لا تسمع ولا تبصر. قال الله عز وجل عن خليله إبراهيم عليه السلام في دعوته أباه إلى الله عز وجل: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقد أثبت الجهمية قبحهم الله حجة لعباد الأصنام وجوابا لإنكار خليل الله وجميع رسله عليهم، فكان الكفار أن يقولوا، يعني على كلام الجهمية كان لهم أن يقولوا: ومعبودكم أيضا لا يسمع ولا يبصر،
تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وقالت المعتزلة: سميع بلا سمع وبصير بلا بصر. واضطردوا جميع أسمائه هكذا، فأثبتوا أسماء ونفوا ما تضمنته من صفات الكمال، وهو عبارة عن إثبات الألفاظ دون المعاني. وقولهم في الحقيقة راجع إلى الجهمية، إلى قول الجهمية، مخالف كل منهما للكتاب والسنة والعقول الصحيحة والفطر السليمة. طبعا كما ذكرنا سبحان الحمد لله الذي واسع سمعه الأصوات، وأما البصر فورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، أي بصر الرحمن. وكذا في إذا نقصد التي وردت برفض الصفة يعني اللي هو المصدر. وكذا ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كشفه لأحرقت سبحات وجه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهذا في إثبات السمع والبصر. إن في الرسالة المنسوبة لعبد العزيز المكي، أيوة، اللي هو فيها الرد على بشر المريسي، قال فيها أنه لا يعني إيه، إنما نثبت العلم عشان ورد لفظ العلم، وأما السمع والبصر فتوقف، وهذا لا يجوز، أو توقف في البصر أظن، وهذا لا يجوز. فالواجب أن نثبت السمع والبصر كصفات لله سبحانه وتعالى. أظن نتوقف في الاثنين، لأنه قال أنزله بعلمي فنحن نقول علمي، أما السمع والبصر فلا نتكلم. لا، هذا لا يجوز. أولا هو ثابت ووارد، ثم إنه لو لم يرد فإن المعنى يدل عليه، ونحن نثبت ألفاظا بمعانيها كما وردت في الكتاب والسنة بلغة العرب، وليس أنه بلغة عبارة عن حروف مرصوصة لا معنى لها. ليس معنى سميع سين ميمين يا عين، أو بصير باء صاد يا راء، لا ليس كذلك، بل سميع يفهمها أصغر صبي من صبيان المسلمين. لو قلت له ربنا يراك، ربنا يسمعك، ربنا سميع بصير، يفهم هذا، يفهم منها معنى، ويمكن أن تترجم إلى المعاني الأخرى، خلافا ل يعني الذين يمنعون إثبات المعاني. لذلك خطأ بين أن يقال لا نثبت السمع ولا نثبت البصر اعتبارا بعدم الرؤية، بل نقول حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، وغير ذلك كثير. يقول: وهذا الله تعالى بفضله أهل السنة لفهم كتابه، وآمنوا بما وصف به نفسه وأقروا به كما أخبر، ونفوا عنه التشبيه كما جمع تعالى بينهما، يعني بين الإثبات والتنزيه، أو بين نفي التشبيه وبين إثبات صفاته، في قوله تعالى عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل قولي هذا واستغفر الله. تاني الأسئلة اللي مش نفع، يقول: إذا قال قائل إن العبد الذي لم يستطع التوبة لخبث نفسه وعدم صلاحيتها للملأ الأعلى وجوار رب العالمين، ما ذنبها؟ نقول له ذنبها أنه إيه؟ أنه عامل، مش كده؟ أنه ما تبش. هو عدم التوبة ده كان رغما عنه. يعني إيه لم يستطع؟ الاستطاعة نوعين: الاستطاعة سلامة الحواس، ودي موجودة، وإدراك العقل، ووجود القدرة والإرادة الإنسانية، ودي كلها حاجات موجودة وعليها يحاسب العباد. وأما الاستطاعة بمعنى التوفيق فده فضل ربنا، وهو عز وجل يضع الفضل في مواضعه، العدل مع الجميع، وهو الذي يحاسب عليه العباد ما ظلمهم. يبقى يقولك إيه ذنبه؟ ذنبه أنه زنى، ذنبه أنه سرق، ذنبه أنه قتل، ذنبه أنه ضرب، ذنبه أنه افترى على الله الكذب، ذنبه أنه سجد للصنم. سبحانك ربي. فيعني احنا أجبنا عن هذا الأمر المرة السابقة. والله الذي خلقها نفسا خبيثة ولم يساويها بالأنفس الطيبة التي خلقها الله عز وجل أيضا. ومن الذي قال أن المساواة بين المختلفات سفه؟ الله منزه عن أن يساوي بين خلقه، وهم متفاوتون، ولكن ما ظلم من دس نفوسهم سبحانه وتعالى. الله ما ظلمهم حين دس نفوسهم وحين جعلهم خبثاء، لأنه أعطاهم قدرة وإرادة بها وقعت أفعالهم، لم تقع قهرا. إن قيل إن صاحب النفس الخبيثة أمر بتزكية نفسه ولم يزكها، وصاحب النفس الطيبة أمر بتزكية نفسه فزكاها، ألا يكون هناك صعوبة أكبر على صاحب النفس الخبيثة من صاحب النفس الطيبة؟ يعني إيه صعوبة؟ ده هو في الحقيقة مش صعوبة، هو لم يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، نفسه لم تتوجه إلى الله حتى يصلح نفسه. وده احنا نقول لك ده ربنا الذي زكى هذه النفس الطيبة سبحانه وتعالى، كما ذكرنا
إنما عدل الله معه ولم يظلمه، وتفضل على من تفضل، ذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، وهو أعلم بالشاكرين وأعلم بالظالمين وهو أعلم بالمهتدين. زي ما قلنا، وضع الإذرة الطيبة في الأرض الطيبة. لم يرد أن إله عز وجل أذن يسمع بها، فنحن نتوقف عن الأذن نافيا وإثباتا، والله أعلى وأعلم. ما أذن يعني ما استمع، ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي يعني ما استمع. يقول هل أفعال الله تعالى تعلل بالأغراض؟ لا تسمى حكمة الله غرضا، نحن نسمي ما يعني قدر الله عز وجل الأشياء من أجله بما وسمى به نفسه سبحانه وتعالى، وسمى نفسه عليما حكيما، ولم يسمي نفسه ذا أغراض وذا ومغرض ونحو ذلك، إنما سمى نفسه عليما حكيما. فنسمي هذه الأمور بالحكم، فالعلل تسمى حكما وليس أغراضا. يقول ما معنى أن صفة السمع متضمن اسمه السميع؟ يعني اسم السميع تضمن، متضمن زي ما قلنا التضمن ده لو من جهة المعنى بس، يعني في دائرة كبيرة جواها دائرة ايه، ان هذا الاسم يتضمن اثبات الذات واثبات الايه الصفة التي تتصف بها هذه الذات. يقول ما الفرق بين انه لابد الانسان ان يتوب حتى يتوب الله عليه، وبين ان فعل العبد غير مترتب على فعل العبد؟ احنا ما قلناش كده، احنا قلنا ان فعل الله مترتب على فعل العبد الذي ترتب على فعل الرب. بعض اخواننا عندما يتكلم عن صفة العلو يقول الله استوى على العرش بذاته او ينزل بذاته، فما حكم الخطباء؟ نقول ان ذكرنا من قبل ان بعض السلف قد اطلق ذلك، لكن الصحيح اننا نمسك عن ذلك كما ذكره شيخ حافظ رحمه الله، لان هذا لم يرد، وهذا اللفظ قد يوهم معنى غير صحيح فلا حاجة لنا به. لا حول ولا قوة الا بالله، كنز من كنوز الجنة، يعني من لازمها فهو يجعل له في الجنة، من اعظم الكنوز ومن اعظم اسباب دخول الجنة هذا الذكر واستحضاره في القلب. بيقول قال الشاعر: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. اللهم أمن علينا بتوبة يا رب العالمين.